لله رب العالمين أزل الجبابرة وتفرد بالعز والقهر وأهلك القياصرة له الملك والحكم والأمر وأباد الأكاسرة وقال لا تسب الدهر فأنا الدهر سبحانه بيده الغنى والفقر والسر والجهر والفتح والستر أخذ الميثاق على بني آدم ألست بربكم في عالم الزر فأجابوه بلى في أول الأمر وأخرج ناقة من الصخر وأنزل في قوم صالح سورة الحجر قال الخليل رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال الكليم كلا إن معي ربي سيهدين قال الإله اضرب بعصاك البحر بعدما أبطل في مصر السحر وقد علم الكليم على يد الخضر وزوجه من ابنة شعيب وقد أبدى كامل المهر وحقق ليوسف رؤياه بعدما قال لأهله ادخلوا مصر بعدما نجاه من الجب والبئر وأسال لسليمان عين القطر وسخر له الريح هدوها شهر ورواحها شهر ونادى في الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير ووفى لأم مريم النذر وجعل أيوب عليه السلام جبلا من جبال الصبر أما محمد فمحمد قد شرح الإله له الصدر محمد قال أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر محمد قال أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر محمد قال أنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر محمد قال أنا أول من يدخل الجنة ومعي فقراء المسلمين يوم القيامة ولا فخر أيها الإخوة المؤمنون من ساحة العلم والعلماء إلى ساحة القرآن الكريم ويتجدد اللقاء مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرف سعيدنا الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع فليتفضل صاحب الفضيلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم
صلاة النبي عليك يا دكتور عبد الناصر. الله يعلمك من شر العين يا رب يا رب يا رب. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء. إن في ذلك لعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد
خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دخل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Yeah.
يسألونك. يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر. إنما أنت منذر، إنما أنت منذر من يخشى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدا غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاء
الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ صلوا على الحبيب النبي كيف يا طارق بشوات الله اكبر دولة يا دكتور عباس الله اقرا 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم الذي صدق الله العظيم الفاتحة أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى فلها على مسامع حضراتكم علم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي ملك المقامات ومحرك القلوب وصاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرف مشاركة مع الهندسة الصوتية وأولى مكبرات الصوت العالمية وإدارة المهندس محمد الصعيدي المقيم بالمحلة الكبرى ومشاركة مع المعرض الفني الإضاءة الحديثة أفخم محطات ديزل الكبرى قصور أضيافة المتنقلة وأولى الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج أحمد الأول أولاد الحاج أحمد الأول المقيمين محلة أبو علي مركز دسوق محافظة كفر الشيخ وعبر أثير شاشة الإنترنت العالمية إدارة مصور مصر الأول المهندس إبراهيم عوض مصور هذه الليلة القرآنية المباركة وصاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت الشكر خاص موصول إلى الشيخ فتحي كبشة منسق هذه الليلة القرآنية المباركة أسرة الفقيد الراحل الحاج عبد الرافع البنا مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية تقدم الأستاذ محمد عبد الرافع البنا أستاذ تامر عبد الرافع البنا أستاذ أحمد عبد الرافع البنا حاج أحمد البنا حاج سمير البنا جميع عائلات البنا وعائلات الشنواني وعنهم الدكتور السيد فهمي الشنواني وعزاء خاص السادة الموجهين والسادة أعضاء التدريس إدارة زفتة غربية فتريماني والإسلام كان معكم من أسرة المذيعين الإعلام يحيى أبو حسين مقدم البرامج الدينية والمقيم بمدينة الصمتة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا السلام عليكم ورحمة الله.